السلام عليكم، أزول في اللون. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج تعلم تسافر. في الحلقة الأولى كنا هضرنا على التاكس فري، وكنت اقترحت عليكم تكتبوا لي بعض المواضيع اللي بغيتوني نهضر عليهم في الحلقات المقبلة، وبزاف ديال الناس كتبوا لي في التعليق هضر لينا على الإجراءات ديال المطار من الأ تنزل. علاش؟ لأن بزاف ديال الناس اللي تكونوا تسافروا أول مرة ما تكونوش عارفين شنو هما الإجراءات ديال المطار، شنو ممكن يوقع لهم في المطار، ربما يوقع لهم شي مشكل وغادي يكون سبب في الإلغاء ديال الرحلة ديالهم بالكامل. قال لك هضر لينا على الاجراءات ديال المطار وشنو غادي يكون. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اليوم في الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على الاجراءات ديال المطار. قبل ما نبداو الحلقه ديال اليوم بغيت نطلب منكم واحد الطلب. حاليا راني مشارك في واحد المسابقه ديال ماروكود اووردز، مشارك في فئه ديال السفر. هذه الفئه هذه ممكن تشارك فيها الا كنت انت كتقدم واحد المحتوى ديال السفر، والمسابقه فيها واحد المراحل، ودابا حاليا راني في المرحله ديال التصويت ديال الجمهور. بغيت نطلب منكم انكم تصوتوا عليا، ولكن بشرط واحد، الا كنتو كتظنوا بانني حقا نستحق الفوز بهذه المسابقه هذه. الا كنت انت او انت كتظن بانني ما نستحقش الفوز بها، ما تصوتش هذاك الصوت ديالك. الا كنت كتظن بانني حقا غادي نستاهل الفوز بها، ما تبخلش عليا من التصويت. الرابط ديال التصويت غادي نحطه في التعليق، في التعليق الاول اللي غادي يكون في اليوتيوب، وغادي نحطه في الصندوق ديال الوصف. المرحلة الأولى ديال التصويت غادي تسالي 11 مارس، يعني كنتمنى أنكم تمشيو تصوتوا عليا دابا، وصوتوا عليا بالرجولة، لأن كنت كنظن بأنني غادي نربح. لاس، يلا على بركة الله نبداو الحلقة ديالنا ديال اليوم اللي غادي نهضروا فيها كما قلنا على الإجراءات ديال المطار، يلا على بركة الله. كما تنعرفوا المطارات ديال العالم كامل تيكون فيهم واحد الإجراءات معينة. هاد الاجراءات هادو ملي كتساليهم هي اللي كتكون المرحله الاخيره، من وراها كتركب في الطياره وكتغادر. ولكن ماشي غير اجي وغادي تركب في الطياره مباشره غادي تشوف التيكي ديالك غادي توريها له وغادي تطلع في الطياره، لا، كاين واحد المراحل خصك دوز عليهم، والمرحله الاخيره هي الاركاب ديالك في الطائره وكتغادر. هاد المراحل هادو كاينين اربعه اللي كاينين. كاين المرحله الاولى وهو داك المكتب اللي قطعتي معاهم الطياره، اي بمعنى ديال الشركه اللي قطعتي معاهم الطياره تتكون في المطار. مثلا قطعتي مع رايان اير كتقال المكتب ديال رايان اير كتمشي عندهم، قطعتي مع ويز اير كتمشي عند ويز اير، قطعتي مع رويال اير ماروك كتمشي تلقى المكتب ديال رويال اير ماروك. كاينه ديال المرحله الاولى. المرحله الثانيه كاينه ديال الديوانه. المرحله الثالثه كاينه ديال السيكيوريتي تشيك، يعني داك الامن تيقلبوا واش غادي يمشي سلاح ولا شي حاجه مقلوعه للطياره، تيقلبوا الباكج ديالك. كاينه المرحله الرابعه وهي الطبع ديال هي ملي تطبع لك البوليسي في الباسبور، تطبع لك الطبعه ديال الخروج في الباسبور ديال. يعني كاينه اربعه، كاينه الاولى كتمشي للمكتب، المرحله الثانيه تتكون ديال الديوانه، المرحله الثالثه كتكون ديال السيكيوريتي تشيك، يعني الامن ديال تيقلبوا باش تدخل لهذيك لاصال اللي كاينه تما. كاينه المرحله الرابعه وهي الطبع ديال الباسبور ديالك. هاد المراحل هادو غادي نهضروا عليهم في التفصيل دابا، ولكن هاد المراحل هادو تنهضر عليهم دابا حاليا اللي كاينين في المغرب. الترتيب ديالهم، يعني الترتيب ديالهم دايرين على هاد الشكل هذا. ممكن تمشي واحد المطار واحد اخر كتلقاو تقلبوا لك الديوانه هي الاولى، البوليس هي الاول، عاد تمشي للمكتب. يعني هما مراحل اربعه ضروري منهم، ولكن هذاك الترتيب الزمني ربما يكون تيتبدل. دابا قلت لك مثلا في الاول كتمشي للمكتب، ربما شي مطار واحد اخر تلقى الديوانه هي الاولى، شي مطار واحد اخر كتلقى البوليس هو الاول، طبيعي في الباسبور هو الاول. يعني ما تمشيش على الترتيب هذا هما اللي كاين. انا غادي نقول لكم هذا الترتيب دابا اللي كاين، ها اللي كاين في المغرب حاليا. المرحله الاولى ملي كتشري التذكره ديالك عن طريق الانترنت، او كتمشي لواحد المكتب ديال واحد الشركه ديال الطيران معينه كاينه في المدينه ديالك او في مدينه اخرى، ملي كتشري تكون عندك تعطيك واحد، مثلا الا شريتي عبر الانترنت كتوصلك واحد الحاجه تسميتها الاي تيكيت، يعني التذكره الالكترونيه. كتشري ديك التذكره ديالك كتامبريميها، ملي كتامبريميها كديها معاك المطار. ملي كتمشي للمطار كتلقى واحد المكتب ديال الشركه كما قلت لكم في الاول، كتلقى مثلا كان رايان اير، كتلقى رايان اير، كتمشي كتوجه، كدي الباكاج ديالك، كتعطي الباسبور وكتعطي التذكره ديالك. ملي تيشوف هو الباسبور مباشره تكتب الرقم ديال الباسبور ديالك، او الرقم تكون ديال اللي تكون ديال هذيك التذكره اللي شريتي، مباشره تيطلع بان خونا راه السيد راه مقطع التذكره ديالو، مقطع كل شيء. هذاك اللي في المكتب عنده الحق انه تيشوف الباسبور ديالك، تيشوف واش عندك الفيزا. الا كانت عندك الفيزا ممكن كل شيء بخير، راه غادي يعطيك واحد الحاجه، واحد البطاقه سميتها بطاقه الاركاب في الطائره. يعني هذا السيد هذا
تيشوف لك الفيزا، تيشوف لك الباسبور، تيشوف الباجاج. مثلا انت عندك الباجاج مقطع مخلص، قدي معك الباجاج ديال 20 كيلو، اذا كانت فوق 22 كيلو راه غادي يقول لك خويا خصك نقص لك 2 كيلو، راه ما يمكنليش نعطيك الورقه ديال اركاف الطائره. علاش؟ لان انت عندك 20 كيلو وغادي 22 كيلو في الحاله هذه. مثلا انت غادي لفرنسا وما عندكش فيزا ديال فرنسا، غادي يقول لك لا خويا خصك ضروري الفيزا. علاش؟ ما يمكنليش انايا نعطيك البطاقه ديال اركاف ديال الطائره وانت ما عندكش الفيزا. هذاك اللي تكون في المكتب عنده الحق يسولك هذه الاسئله هذه. يعني تقلب الباسبور ديالك، تقلب لك الفيزا، تقلب لك الباجاج، تقلب السميه واش هي هذيك. مثلا انت عندك الباسبور مكتوبه، مثلا انا مكتوبه امين بوسحاق، وكتبت مثلا بوسحاق تتكتب كي على فان، جيت انا كتبتها بكا. هذاك اللي كاين تما ما عندوش حق يعطيني ورقه ديال اركاب الطائره يقول لي خويا اسم غير متطابق مع الاسم اللي عندك في الباسبور، ولهذا ما يمكنليش نعطيك الورقه ديال اركاب الطائره. انت خطأتي ملي كنتي كتقطع. مثلا عندك النيميرو ديال الباسبور ديالك فيه مثلا اكس جي شي حاجه، درتي اكس ايكغيك غلطتي، هنا غادي يقول لك لا خويا ما يمكنليش انا نعطيك ورقه ديال اركاب الطائره. علاش؟ لان الرقم ديال جواز السفر ديالك ما مطابقش مع هذاك الشيء اللي كتبتي لينا نتايا عبر الانترنت. ربما تكون نتايا ماشي هو يا صاحب هذا الجواز هذا ولا شي حاجه، المهم تدخل بواحد الاجراءات واحده اخرى. يعني الاجراءات الاولى كتكون غادي تدفع الباجاج ديالك، تتقلب لك الباسبور ديالك، تتقلب لك الفيزا، تعطيك الورقه ديال اركاب الطائره. ملي كتاخذ هذيك الورقه ديال اركاب ديال الطائره كتدفع الباجاج ديالك وكتمشي. هذه هي المرحله الاولى. ملي كتزيد تمشي تدوز للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه شكون تكون فيها؟ تكون فيها الديوانه. المرحله الثانيه تكون فيها الديوانه. شنو هو الهدف ديال هذاك الديواني اللي تكون في المغرب؟ تيشوف الباسبور ديالك، تيشوف الورقه ديال الاركاب ديال الطائره، تيشوف الاسم في الباسبور، تيشوف الصوره ديال الباسبور المتطابقه مع الوجه ديالك. وهنا تيسولك الديواني شحال عندك ديال الفلوس، واش غادي نتايا بشي فلوس مخرجه من المغرب. الا كنتي مثلا مخرج معاك الاورو وقلتي له انايا مخرج معايا الدولار او الاورو، مخرج معاك مثلا 2000 دولار، غادي يقول لك منين جاتك هاد 2000 دولار؟ انت غادي تقول له شريتها من المكتب ديال الصرف، غادي يقول لك عطيني التوصيل ديال مكتب الصرف او الطبعه في الباسبور ديالك لانك شريتي من شي بركه. الا ما كانش عندك هاد الشيء هذا، راه عنده الحق انه يحبسك وما يمكنلكش تطلع للطياره. علاش؟ لانه غادي يحقق معاك منين جاتك هذيك الدولار، لان هذاك الدولار اللي جبتيها من السوق السوداء هذا راه مشكل غادي تسببه الاقتصاد ديال البلاد. ولهذا ملي تبغي تشري الدولار ديالك او تبغي تشري الاورو ديالك ضروري يقول لهم يعطوك التوصيل، او الا شريتيه من البنكه ضروري يقول البنكه طبع لك في الباسبور. البنكه ما غاديش تبغي تبيع لك حتى تشوف الفيزا مثلا، غادي تبيع لك غادي تطبع لك الباسبور وتقول لك هاكا. ملي كتصد الديواني تقول لك الديواني من اين لك هذا، انت خصك تبدلو منين عندك هذا الشيء. عندك 2000 دولار ها هي عندي، شريتو من المكتب ديال الصرف ها هو التوصيل ديال الصرف، باش تكون انت غادي هذاك الشيء قانوني. يعني الديواني تيسولك شحال غادي دير الفلوس، او تيسولك واش عندك شي ذهب ولا شي حاجه مثلا. لا لكن انت مرا كتصاوبك تقول واش غادي يمشي ذهب، الا كنت غادي يمشي ذهب بزاف راه في الحاله ما يمكنلكش انه يقول لك لا الذهب هذا ما خصوش يخرج، خصو يبقى هنا نديروا له الحجز حتى ترجعي وخذي، وغادي تخلصي على الحجز ديال هذاك الذهب هذا. يعني ما تمشي غادا كما تقولوا حنا غادا مزرزره، تقولوا حنا البنات يقولوا غادا مزرزره بالذهب، لابسه مضمات مثلا، لابسه الدبانج، ولا لابسه عاوتاني شي مصحف كبير مبينه بان هذاك الذهب، راه ما عندكش حق انك تخرجه. ايضا الديواني عاوتاني عنده الحق يسولك واش غادي بشي حاجه ثمينه من المغرب، مثلا بواحد اللوحه، او غادي بشي حاجه من الذهب، ولا غادي بشي حاجه جزء من التراث ديال البلاد، غادي تكون شي حاجه قيمه عندها الوزن، عند الوزن ديالها ساويه الثمن، تيسولك يقدر يقول لك ما تخرجهاش، يقدر يقول لك لا خصها تبقى هذه هنايا. مثلا لنفرض انك انت خارج واحد اللوحه، لوحه مشهوره ديال شي رسام مغربي ولا شي حاجه، غادي خارج بها ويقول لك لا هذه اللوحه هذه ما خصهاش تخرج لانها ساويه الثمن، خصها تبقى هنايا في الحجز. يعني المرحله الاولى كدوز المكتب تاخذ ورقه ديال اركاب الطائره، المرحله الثانيه كدوز عند الديواني. وكاين واحد النقطه مهمه بزاف، الا كنت خارج من المغرب راه ما عندكش الحق تخرج اكثر من 4000 دولار او اكثر من 4000 اورو. يعني هذاك الديواني واخا تكون عندك الطابع، الا سولك الديواني قال لك شحال ديال الفلوس غادي بها، قلت له مثلا غادي ب 6000 اورو، يقول لك لا الاخ خصك عندك الحق تخرج غير ب 4000 اورو، غادي تخلي 2000 اورو غادي تخليها ابارت، غادي تخليها في البنكه ديالك ولا شي حاجه. اما بالنسبه للناس اللي خارجين غير بلاكارت ديالهم، راه لاكارت راه عادي، تقول خويا انا عندي لاكارت داير دو باسيون توريستيك ديالي، عندي كلشي ناضي، ها هي عندي لاكارت، ما تنديش معايا كاش من اجل الامان ديالي والسلامه ديالي، تنخرج معايا غير لاكارت. هذه هي المرحله الثانيه.
المرحله الثالثه وهي السكيورتي تشيك، يعني هذاك البحث ديال اصحاب الامن اللي غادي يقلبوك انت. علاش؟ لانك انت غادي تطلع للطياره خصهم يقلبوك ويعرفوا واش غادي. مثلا ملي تكون غادي واحد الشكاره صغيره تكون فيها البيسي ديالك ولا فيها الكاميرا ولا فيها شي حاجه ديال الالكترونيك، هذاك الشيء تيتحيد من الشكاره تيتحط في واحد البلاصه خاصه، تكون واحد البانيو تما كتحطهم، وعاد تحط الشكاره ديالك ابارت. الا كنتي مطالب تحيد الصباط تحيد الصباط، كنتي مطالب تحيد الصمت اللي كان فيه شي بزيم تتحيدها وكتحطها كتخليها. تيدوز هذاك الشيء اللي تتحط نتايا ابارت تحطه في البانيو، بورتابل ليزيات حاجه ديال الالكترونيك الصمت، تيدوز ابارت يمشي لواحد السكانير ونتايا كدوز. ملي كدوز تكون واحد الحاجه بالحمر تدي، الا كانت شعلات بالحمر تدي ديك البديل تي تي تي، انت تقول لك هذاك خونا وقف هنا، تيشدك تيقلبك هذاك مانيال، يعني تيقلبك بيديه. الا تسي مباشره بالسكانير وداك السكانير ما داير حتى شي قابل خضر، ما دايرش مش عاش بالحمر، ما دايرش واحد الصوت ديال تي تي ديستنيشن، هنا تقول لك صافي خويا دوز وتسنى الباكاج ديالك غادي نقلبوه. هذاك الباكاج يتقلب حتى هو، الا ما كان فيه والو تيقول لك هاكا رزقك سير في حالك، الا كانت فيه شي حاجه تقول لك حبس، راه كاين عندك هنايا في البلاصه فلان فلانيه بلاصه فلان فلانيه عندك واحد الحاجه ماضيه، مثلا عندك واحد الموس صغير، عندك واحد المقص ديال الاطفال، عندك واحد المقص تقطع به الوراق، عندك مثلا واحد الزيزوار، عندك شي مشكل شي حاجه اي حاجه حاده عندك شي حاجه طلعها. شخصيا كان وقع لي واحد الموقف طريف، انا كنت غادي راك عارف تمشي انا تمشي كومبيك، وكان عندي واحد الماس صغار وكان عندي واحد الفرشيطات صغار خفاف صغار خفاف، انا نسيتهم خليتهم في الساك. ملي دازو في داك السكانير قال لي جا عندي السيد قال لي الاخر عندك واحد شي حاجه ماضيه عندك هنايا في هذا القنت على اليمين. ملي خشيت يدي لقيت انايا جوج ماس عندي وجوج فرشيطات وجوج معاشق، قال لي هادو ما عندكش حق طلعهم من الطياره غادي تحيدهم. واخا انا شرحت له بان تمشي كومبينغ وراه نسيتهم هنايا ولا مشاو ليا ما غاديش غادي نقلب عاوتاني شي حاجه جديده باش نشريها، قال لي لا ما عندكش حق طلعهم من الطياره. يعني اي حاجه حاده تتحيد، حتى من ناحيه حتى من المساله ديال السوائل، شي حاجه سائله مثلا الماء ولا شي حاجه حتى هي تتحيد، لان السوائل ممكن تكون خاشي ربما يكون في هذاك القاعه يكون فيها الماء قاطع ولا يكون فيها ليسانس ولا شي حاجه ما تيمكنش انهم يحققوا فيها في السكانير. يعني اي حاجه ديال السوائل حتى هي كتحيد. هذه هي المرحله الثالثه. دابا غادي ندخلوا للمرحله الرابعه. بالنسبه للمرحله الرابعه والمرحله الاخيره، المرحله الرابعه والاخيره كتلقى واحد البوليسي تما كتعطيه هذاك الباسبور ديالك، تكون جالس في واحد المكتب عباره عن مكتب تما، كتعطيه الباسبور ديالك وتعطيه ورقه ديال بطاقه اركاب الطائره. بطاقه ديال اركاب الطائره تيشوف الوجهه ديالك منين، كازابلانكا رباط مثلا، كازابلانكا باريس، كازابلانكا مدريد، كازابلانكا برلين مثلا، تيشوف هذيك البطاقه ديال اركاب ديال الطائره تيرجعها لك، هنا تقلب لك الباسبور ديالك، تقلب الباسبور ديالك تيسكاني تيشوف واش حقيقي او مزور، تقلب الاسم ديالك، الرقم ديال جواز السفر ديالك، الرقم ديال البطاقه الوطنيه ديالك، لان الرقم ديال البطاقه الوطنيه ديالك تكون مكتوب تاهو في الباسبور، تقلبو. علاش دير هادشي؟ هذا اول حاجه تقلب الباسبور تشوف واش مزور، تقلب المعلومات الشخصيه ديالك تشوفك ربما انت تكون تيتسالوك واحد الديون كثيره في المغرب وبغيتي تهرب من المغرب، ربما تتكون انت واحد الشخص عنده واحد القضيه قضائيه، عنده واحد المحكمه قضائيه مازال، واحد الملف قضائي مازال ما كملوش وبغى يخرج من المغرب، ربما تسي محكوم عليه بشي حاجه وبغى يهرب حتى هو من المغرب باش ما يطبقش عليه الحكم، ربما داك السيد روشيرشي مازال تيقلبوا عليه البوليس وبغى يهرب حتى هو من المغرب. في الحالات لا قدر الله كنتي من هاد الناس هذا ما غاديش تركب نتايا، غادي يقول لك لا خويا نتايا راه عندك ربما راك انت روشيرشي، حبس اجي شدو هاد السيد هذا راه روشيرشي ويخرج من المغرب. تيتسالوك مثلا شي ديون ولا شي حاجه، غادي يقول لك الاخ راه ما يمكنلكش تخرج من المغرب، هاكا الباسبور ديالك سير تخلص الديون ديالك عاد اجي خرج من المغرب. كنتي مثلا لا قدر الله مثلا كنتي انت مازال محكوم عليك، مازال كتسنى النطق بالحكم في واحد القضيه قضائيه مثلا، ومازال ما تنطق بالحكم وبغيتي تخرج، يقول لك لا خويا سير تتسنى الحكم ديالك حتى يسالي عاد اجي خرج من المغرب. الا قدر الله كنتي من هاد الناس هذا راك ما غاديش تخرج من المغرب. الا ما كان عندك حتى شي حاجه راه هو تيقلبك تلقى كلشي مقي كلشي مقاد، تيشوف الباسبور ديالك تيشوف وجهك تيطابق هذاك الشيء مزيان، تتكون واحد الكاميرا تقول شوف هي في هاد الكاميرا هادي كتصور بانك راك خرجتي من البلاد، مباشره تطبع لك في الباسبور تعطيك هذا تقول لك رحله سعيده. صافي ديال المرحلة الأخيرة، ملي كتدخل تطبع الباسبور ديالك كتخرج مباشرة كتلقى واحد الناس واحد آخرين عاوتاني غادي ينظموك غادي باش تركب في الطيارة، تكون عندك هاد البطاقة ديال بطاقة صعود الطائرة
تلقى دوك الناس اصحاب الشركه اللي غادي معاهم كتلقاهم واقفين تقول لك زيد 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 دخل دخل تزيد تعطيهم هذيك بطاقه ركوب الطائره تيشوفوها تيقسموها وسط النص، النص يبقى عندهم حتى النص يبقى عندهم عباره عن ارشيف، والنص الاخر تيعطيوه ليك، ولكن النص هو اللي تكون مكتوب فيه البلاصه ديالك في الطياره فين غادي تجلس. صافي مباشره كتمشي كتطلع الطياره ديالك وكتجلس في المكان ديالك وكتسنى الانطلاق. هادو هما المراحل ديال المطار اللي تيدوز عليهم اي واحد غادي مسافر. وكما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، هاد المراحل ماشي ضروري يكونوا بهذا التسلسل الزمني، ربما شي مطار واحد اخر غادي يكونوا تيسبقوا الخطوه الاولى على تيكونوا تيسبقوا الخطوه الثالثه على الخطوه الاولى، او ربما تيسبقوا الخطوه الثانيه على الخطوه الثالثه. ولكن الحاجه المهمه هي الخطوه الاخيره، هي الطابع ديال الباسبور ديالك. هذيك ما كتبدلش في العالم كامل، الطابع ديال الباسبور ديالك هذيك عمرها تبدل، لانها كتعتبر هي النقطه الاخيره او النقطه ديال المغادره ديالك لهذاك البلد. علاش؟ لانه ملي تطبع لك في الباسبور تطبع لك المغادره، او ربما تطبع لك الدخول. كانوا هادو هما الاجراءات كما طلبتوني بغيتوني نهضر عليهم، احنا هضرنا عليهم في الفيديو هذا. الا كانت شي ملاحظه ولا شي سؤال ولا شي اقتراح كتبهم لي في التعليق اسفله، غادي نحاول نجاوب الناس كاملين، راني دائما نقول لكم غادي نحاول نجاوب. ولا كان شي موضوع بغيتوني نهضر عليه وضروري تظنوا بانه غادي ينفع بزاف ديال الناس، كنتمنى انكم تكتبوا لي في التعليق اسفله. غادي نسالي هذا الفيديو هذا هنايا ونعاود نقول لكم الا كنتو كتظنوا بانني حقا غادي نربح، كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا من الصوت ديالكم. راه التصويت غادي يسالي نهار 11 مارس. يلاه سيريو سيريو صوتوا عليا. يلاه تحياتي لكم ونتمنى لكم الخير ان شاء الله. السلام عليكم.